السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي في الله. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين السلامة والعافية. المرض يا أخي من ابتلي بمرض من أي نوع كان وصبر واحتسب فله الجنة، هذه أعظم بشارة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مصابة بالصرع، فقالت له: يا رسول الله، إني أصرع، إني مريضة يعني بالصرع، فادعو الله تعالى أن يشفيني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك، يعني ويشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. والحديث رواه البخاري وغيره. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم منه أن المريض إذا مرض وحمد الله وصبر على ذلك فهو من أهل الجنة. وقد تكون للعبد عند الله المنزلة في الجنة العالية لا يستطيع أن يصلها بكثرة صيام ولا بكثرة صدقة ولا بكثرة صلاة ولا بكثرة ذكر، لأنها منزلة عالية في الجنة، فيبتليه الله تعالى بالأمراض والأوجاع لكي يوصله إياها إذا صبر واحتسب. والدليل على ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة، يعني في الجنة العالية، فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، رواه ابن حبان في صحيحه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، رواه الترمذي بسند صحيح. إذن البلاء والأمراض والمصائب في النفس أو في المال أو في الأولاد أو في الأهل إذا صبر الإنسان عليها فإنها تنظفه من الذنوب في الدنيا، فيذهب عند الله إلى الآخرة وهو نظيف مؤهل لدخول الجنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. يبتليه الله يعني بالمرض، بالمصائب، بالمحن، فإذا صبر كان خيرا له. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة، رواه الترمذي والبيهقي وأبو يعلى بسند صحيح. يعني الإنسان كيف منقلوب الدريج اللي يتفكر الله سبحانه وتعالى بالأمراض والأوجاع والمحن والمصائب، تكون هذه الأمراض وهذه الأوجاع صابون لسيئاته وذنوبه، وهذا أراد الله به خيرا، أراد أن ينظفه ويطهره في الدنيا بالأمراض والأوجاع حتى لا تطهره النار في الآخرة بالإحراق. ولكن بعض الناس الله تعالى يعطيهم الصحة والعافية وكل شيء مع أنهم يذنبون بالليل والنهار ويرتكبون الجرائم والظلم والفواحش وغير ذلك مع أنهم في صحة وعافية وكل شيء، هؤلاء يريد أراد الله بهم شرا، لا يريد أن ينظفهم في الدنيا بالأمراض والأوجاع والمصائب. الله يعطيهم جنتهم في الدنيا، نعيمهم المؤقت في الدنيا، وليس لهم في الآخرة إلا النار، فيذهبون ويموتون وهم متسخون بالذنوب والمعاصي والآثام لأنهم لم يمرضوا في الدنيا ولم يصابوا بشيء من الأحزان والهموم والغموم والبلايا والمحن،
فيذهبون وهم متسخون بالأوساخ والأوزار والذنوب، تنظفهم النار في مستوصف النار والعياذ بالله. إذن يا إخوتي في الله، المرض نعمة من الله لمن صبر واحتسب. فالمريض عندما يمرض ويصبر فالله تعالى ينظفه من الذنوب ويرفعه في أعلى درجات الجنة ويحبه الله سبحانه وتعالى، لأن المريض عندما يمرض ويصبر فالله تعالى يحبه. الله تعالى يقول: إن الله والله يحب الصابرين. وإذا أحب الله تعالى عبده فلن يعذبه بالنار يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله، النبي يقسم وهو الصادق المصدوق، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. رواه أحمد والبزار بسند صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله، يعني يقسم النبي، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. ومن هم أحباب الله؟ الصابرون أحباب الله. الله تعالى يقول والله يحب الصابرين، والله تعالى يقول وبشر الصابرين. إذن من مرض أو ابتلي بشيء من الأوجاع والهموم والغموم والمصائب فليصبر، فمن صبر فله الجنة. أما ثواب عيادة المريض يا أخي التي تسأل عنها، روي في الأثر عن علي رضي الله عنه: ما من مسلم يعود مريضا، يعني يزور مريضا، إلا خرج معه 70,000 ملك كلهم يستغفر له إن كان مصبحا حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة، وإن كان ممسيا خرج معه 70,000 ملك كلهم يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وابن عبد البر بسند صحيح. أشرح لك الحديث يا أخي بالدارجة. يعني الإنسان من يمشي يزور شي مريض في الصباح، إذا كان في الصباح، الله يرسل 70,000 من الملائكة ويجعلها تستغفر لهذا الرجل الذي ذهب عند هذا المريض ليزوره. 70,000 من الصباح إلى المساء وهي تستغفر لهذا الرجل، تقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. يعني 70,000 طوال اليوم من الصباح إلى المساء وهي تستغفر لك عند الله في السماوات لأنك زرت مريضا. وإذا زرته في المساء تبيت تلك الليلة 70,000 من الملائكة تستغفر لك إلى الصباح. وليس هذا فقط، وكان له خريف في الجنة. الخريف البستان المثمر، كيف ما نقول إحنا بالدارجة الآن، فيرمة في الجنة فيها من كل الفواكه والثمر. بسبب ماذا؟ بسبب زيارتك للمريض. والحديث صحيح، رواه أحمد والترمذي والحافظ ابن عبد البر بسند صحيح. إذن عيادة المريض أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فلا يفرط فيها الإنسان، وهي من حقوق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعوده، يعني يزوره، كيف من قلوب الدريجة يمشي يرقب عليه يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.